عينا وشفنا في الورشة اللي راهي موجودة هنا باللي تقدم الإنجاز راهو حسب البرنامج اللي اتفقنا عليه في البداية. هذه تخلينا إن شاء الله نتفائل إن أول سيارة حسب ما شفت حسب المعلومات اللي أعطونا مسؤولين فيات، أول سيارة إن شاء الله تخرج من هذا المصنع في شهر ديسمبر 23، موش ديسمبر 24.